طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. ناخذ النوع الثاني من الكونتينوس رياكتورز اللي هو بلاد فلو رياكتور، او ما يسمى بالبلاد فلو تيوبلر رياكتور، حتى اطلع التايم ديلي او التاو بالنسبة لهذا الرياكتور. بالبداية احتاج ان اشتاق معادلة رياضية لغرض حساب قيمة التاو. فبما ان الرياكتور هو من النوع البلاد فلو، بما ان قيمة التركيز للمادة المتفاعلة يختلف اكسيالي، يعني عندي هسه هذا مجال الحركة او اتجاه الحركة، احنا قلنا بانه عملية الخلط الاكسيالي هي صفر، يعني المادة تتحرك بشكل شرائح باتجاه محور اكس بهذا الاتجاه. فبما ان التركيز متغير، اذا حتى اشتق المعادلة لازم اخذ شريحة في مستوى الجريان. فهنا اذا اخذ هاي الشريحه او الاليمنت ديفرنشال اليمنت، راح اخذ التركيز الداخل الى الاليمنت والتركيز الخارج من الاليمنت وكذلك الكونفرشن. فحتى اسوي الماتيريال بالانس اقول الان يساوي الاوت زائد الرياكتد زائد الاكيوميليتد. وبما ان الجريان لا يتضمن اكيوميليشن داخل الرياكتر، فيكون عندي الان يساوي الاوت زائد الرياكتد. فالماده الداخله تكون عدد مولاتها بالنسبه للاليمنت هي الاف اي، والconversion قبل الدخول الى الالمنت هو الاكس اي. بعد الالمنت راح يكون عندي عدد مولات الماده هي اف اي زائد دي اف اي، يعني هنا راح يكون عندي تغير صغير جدا بعدد مولات الماده، وكذلك في الconversion. فالاكس اي راح يكون الاكس اي زائد دي اكس اي. اذا من اجي على المعادله راح اقول الان عدد المولات الان هي اف اي تساوي العدد المولات الخارجي هي FA زائد DFA زائد الرياكتد، راح يكون الحاصل ضرب الريت اوف رياكشن ماينس RA مضروب في الفوليوم اوف ذا اليمنت، يعني هنا في حجم الشريحة. هنا عندي FA راح تختصر من الطرفين، فتبقى عندي فقط DFA. حتى اطلع قيمتها اجي اشتق، احنا عندنا FA يعني في اي زمن راح تساوي FA نوت عدد المولات الانيشال مضروب في الواحد ناقصا للكونفرشن. اذا الدي اف اي المشتقه راح تساوي الاشتق، هنا من ادخل حتكون عندي اف اي نوت ناقصا اف اي نوت في الاكس اي. فمن اشتق مشتقه الاف اي نوت، بما انه الاف اي نوت هي قيمه ثابته راح تكون مشتقتها صفر، ناقصا الاف اي نوت في الدي اكس اي. هنا حصير اذا الدي اف اي تساوي الماينس اف اي نوت في الدي اكس اي اللي هي القيمه بالمعادله 3. هاي وين اعوضها؟ نعوضها في المعادلة رقم 1. فشن اللي أحصله؟ هنا قلنا الـ FA راح تختصر، هاي صير صفر، راح تساوي ناقصاً الـ FA نوت في الـ DXA زائداً الـ minus RA في الفوليوم. إعادة ترتيب للمعادلة، فيصير عندي الـ V على الـ FA نوت راح تساوي DXA على minus RA. طبعاً هي بالبداية تكون المعادلة بدون تكامل، بس ناخذ التكامل يعني حتى اعمم المعادله. بما انه هاي المعادله هي مشتقه من element، فحتكون عندي الحاله المعادله بالنسبه للرياكتر ككل، راح يكون عندي تركيز الكونفرشن بالبدايه صفر، والكونفرشن في نهايه الرياكتر حيكون عندي الاكس اي. فاذا اخذ انتجريشن من الصفر للاكس اي. هنا الفوليوم في البدايه كان هو الفوليوم للاليمنت، راح يكون هنا بعد ان اخذ الانتجريشن راح يكون عندي الفوليوم يمثل لي هو الفوليوم اوف رياكتر. إذا أضرب بالكونستريشن initial concentration واللي هي CA نوت حتى أحصل على قيمة التاو، لأنه التاو تساوي CA نوت في الـ V على الـ FA نوت، فأضرب الطرف الأيسر بالـ CA نوت حيصير حتى يكون عندي التاو، فيصير عندي CA نوت في تكامل من الصفر للـ XA DXA على minus RA. هنا عندي ملاحظة، المعادلة إذا أقارنها ويا معادلة حساب الزمن للباتش رياكتر راح اشوفها متشابهه جدا، يعني عندي سي اي نوت تكامل من الصفر للاكس اي دي اكس اي على ماينس ار اي. الاختلاف الوحيد انه بالباتش رياكتر كان عندي الحساب نتيجه المعادله هو التايم، في حين نتيجه المعادله هنا في البلاج فلو رياكتر هو التايم ديلي او التاو. فهنا راح يكون عندنا معالجه او حل المسائل مشابه جدا للحاله اللي كانت في الباتش رياكتر، يعني ممكن ان احل هذا التكامل يا اما ثلاث طرق، يا اما الاناليتيكال ميثود الطريقه الرياضيه بحل التكامل، يا اما الطريقه الثانيه اللي هي الجرافيكال ميثود
يعني اخذ ارسم الواحد على ماينس ار اي من هاي المعادله، راح يكون عندي واحد على ماينس ار اي بالواي اكسس، والدي اكس اي الاختلاف بالكونفرشن راح اخذ الاكس بالاكس اكسس، فراح يصير عندي نص صفر للاكس اي فاينل. فمن اجي ارسم راح تكون عندي، فراح تكون عندي قيمه التاو على السي اي نوت هي الاريا اندر ذا كيرف، هاي راح تكون عندي التاو على السي اي نوت. ومثل ما في حاله الباتش ريأكتور، الطريقه الثالثه لحل التكامل هي النيوميريكال ميثود، الطريقه العدديه في حال ان صعوبه حل التكامل بالطريقه الاناليتيكال. هنا عندي تعبير اخر، ممكن اكتب المعادله بدلاله الكونستريشن، فحتكون عندي دي سي اي على ماينس ار اي، والحدود التكامل حتكون من السي اي فاينل الى السي اي نوت، مثل ما اشتقيناها في الباتش ريأكتور. وكذلك اذا اريد ارسمها راح تكون عندي الواي اكسس هو الواحد على ماينس ار اي، والاكس اكسس راح تكون من السي اي فاينل الى السي اي نوت، وتكون عندي التاو هي الاريا اندر ذا كيرف. ناخذ الامثله. المثال الاول عندي رياكشن الاي جو تو 3 ار هاز ريبورتد ريت اكويشن، عندي درجه حراره 150 درجه مئويه، تكون الريت اكويشن هي الماينس ار اي تساوي هاي ال 10 اس ناقص 2 في السي اي اس نصف، اذا 10 اس ناقص 2 هو الكي، والاوردر اوف ذا رياكشن هو هاف اوردر. الانيشال كونستريشن الماده اي هو 0.06 مولاري. المطلوب فايند ذا سبيس تايم، المطلوب حساب تاو اذا كان عندي كونفرشن هو 80% في حال بلج فلو تيوبولار رياكتر. فهنا اجي استخدم معادله بلج فلو رياكتر، احسب قيمه التاو، عندي السي اي نوت موجود، واخذ انتجريشن من الصفر للاكس اي، الاكس اي قيمتها هي 0.8 دي اكس اي على ماينس ار اي، اعوض مكان الماينس ار اي بمعادله ريت اكويجن، راح يكون عندي 10 اس ناقص 2 في السي اي اس نصف. طبعا السي اي اس نصف احنا عاده عندنا السي اي تساوي سي اي نوت في الواحد ناقص اكس اي، اذا كان سي اي اس نصف راح يساوي سي اي نوت اس نصف مضروب في واحد ناقص اكس اي ايضا اس نصف، والكي تطلع خارج التكامل، فراح يكون عندي سي اي نوت على كي في الدي اكس اي، وهاي عندي قيمه الريت اكويجن بس طالعه من عندها الكي خارج التكامل. بعدها اجري التكامل فتطلع عندي واحد ناقص اكس اي اس نصف من الصفر للاكس اي، فاطلع قيمه التاو من المعادله اللي تطلع 27 منت. بس عندنا ملاحظه، اذا تذكرون بالباتش رياكتر احنا قلنا اذا كانت الاوردر اوف رياكشن معلومه ونوع التفاعل هو كي في سي اي اس ان، فقلنا اذا الريت كانت من النوع الماينس ار اي تساوي كي في سي اي اس ان والاوردر ان معروفه، فممكن ان استخدم هذه المعادله العامه اللي احنا تطرقنا لها اللي هي السي اي اس 1 ناقص ان ناقص سي اي نوت اس 1 ناقص ان تساوي ان ناقص 1 في الكي في التي. فبحاله المثال اللي عندنا راح تكون عندنا السي اي معلومه والاوردر هي نصف، والسي اي نوت معلومه، قيمه كي معلومه، فاحسب قيمه التايم. طبعا هنا انا راح اعوض مكان تي التاو اللي هي التايم ديلي، فاذا تجربون هاي المعادله ممكن ان تحصل على نفس القيمه للتاو اللي هي 27 منت. نجي الى المثال الثاني. المثال الثاني عندنا مادتين، الماده اي مع الماده بي تتفاعل، تنطيني الماده ار بتفاعل من النوع ريفرسيبل رياكشن، ونوع التفاعل هو اليمنتري. احنا قلنا الاليمنتري رياكشن هو التفاعل البسيط اللي يكون معادله الريت تتبع الاستوتشيومتريك كيميكال رياكشن، عندي قيمه سي اي نوت تساوي سي بي نوت تساوي واحد، الانيشال كونستريشنز معطات، سي ار نوت صفر يعني ما عندي ماده ناتجه في البدايه، قيمه كي 1 وكي 2 معطات، المطلوب حساب الفوليوم اذا كان عندي بلج فلو تيوبولار رياكتر لغرض ان يكون معدل جريان الحجمي للماده هو 50 لتر بير منت، وكونفرشن 60% او 0.6. فهنا راح اطبق معادله البلج فلو رياكتر، حساب التاو، تاو راح تكون عندي سي اي نوت تكامل من الصفر للاكس اي دي اكس اي على ماينس ار اي. فهنا عندنا فقط الشغل مال المثال راح يكون عندي فقط بالريت اكويجن. هنا انا الريت ايش راح اعتبرها؟ بما انه اليمنتري رياكشن فالماينس ار اي راح تساوي كي 1 في السي اي في السي بي ناقصا كي 2 في السي ار، لان هذا عندي ريفرسيبل رياكشن وهو من النوع الاليمنتري، فصارت عندي هاي معادله الريت اكويجن.
بما أن السي أي والسي بي والسي آر هي قيم variable متغيرة، فلازم كلها أعوضها بقيمة الإكس أي، لأن أنا عندي التكامل هو دي إكس أي، وهذه كلها أعوض فكلها أعوضها بدلالة الإكس أي. فإحنا عندنا من القانون تركيز المادة أي راح يساوي التركيز الابتدائي في الواحد ناقص الكونفرشن، يعني سي أي تساوي سي أي نوت في الواحد ناقص إكس أي. ايضا عندنا موازنه بالنسبه للماده بي، راح تكون عندي سي بي نوت ناقصا سي بي تساوي سي اي نوت ناقصا سي اي، فبالنهايه احصل على المعادله سي بي تساوي سي بي نوت ناقصا سي اي نوت اكس اي، او اذا اطلع السي اي نوت عامل مشترك راح تكون عندي سي بي نوت على سي اي نوت ناقصا اكس اي. هذه اعوض قيمه السي بي في معادله الريت اكويجن. ايضا بالنسبه للماده ار نفس الحاله، راح اقول سي ار ناقصا سي ار نوت تساوي سي اي نوت ناقصا سي اي، فبالنهايه راح تطلع عندي سي ار تساوي سي اي نوت اكس اي. ايضا هاي العلاقه سي ار اعوضها في معادله الريت اكويجن، فبالنهايه راح تطلع عندي معادله الريت اكويجن بهذا الشكل، اللي هي كي 1 في السي اي نوت تربيع في 1 ناقص اكس اي تربيع ناقصا كي 2 في السي اي نوت في الاكس اي. فهاي المعادله اذا اعوضها بالمعادله في معادله الانتجريشن الاولى، راح يكون عندي الانتجريشن بهاي الصوره بهذا الشكل، فراح يكون عندي سي اي نوت تكامل من الصفر للاكس اي دي اكس اي على هاي المعادله هي الماينس ار اي، هذه اللي حصلناها معادله رقم 4. بما انه يحتوي على حدين من قيم اكس، فاحله بطريقه النيوميريكال ميثود اللي هي طريقه سيمبسون رول، نفس الطريقه اللي استخدمناها لحل معادله الباتش رياكتر. فقلنا اول خطوه اجي اكتب المعادله، اقول التكامل راح يساوي دلتا اتش على 3 F نوت زائدا للاف ان زائدا 2 في سميشن القيم الزوجيه زائدا 4 في سميشن القيم الفرديه. فهنا راح اجي اول شيء اطلع قيمه الدلتا اتش. احنا قلنا الدلتا اتش يساوي القيم الاكس، اعلى قيمه للاكس هي 0.6 ناقصا اقل قيمه اللي هي 0، راح يصير 0.6 ناقصا 0 مقسوم على 5. احنا قلنا هذا اي رقم فردي، بس احنا دائما ناخذه 5 في حل الاسئله، فيصير عندي 0.6 ناقص 0 على 5، هذه تطلع عندي مقدار الستيب اللي هي الدلتا اتش. فاجي اسوي تيبل، الكولوم الاول راح يكون هو قيم اكس اللي هي تبدي اول قيمه ايش قد؟ 0. والقيم اللي بعدها راح تزداد بقيمه بمقدار الستيب اللي هو 0.12، فراح تكون 0 0.12 زائد 0.12 راح يصير 0.24 زائد 0.12 راح يصير 0.36 وهكذا الى ان اوصل قيمه الاكس اي. الفانكشن اللي عندنا راح تكون اللي اعوض بها قيمه اكس اجيبها من معادله التكامل. احنا عندنا التكامل دي اكس اي على 1 ناقص اكس تربيع ناقصا 0.1 اكس، فاخذ هاي هذا المقدار كله بس استثني اطلع من عنده الدي اكس، فيصير عندي 1 على هذا المقدار، فراح تكون عندي الفانكشن اوف اكس هو 1 على هذا المقدار. فاجي اعوض كل قيمه من قيم اكس بهذا المقدار واطلع قيمه الاف اوف اكس، فتطلع عندي هذه القيم الاف اوف اكس. فالقيمه الاولى راح تكون الاف نوت، والاخيره هي الاف ان، واللي بعدها راح تكون اف 1 اف 2 اف 3 اف 4. فاجي اعوض قيم الفانكشن اوف اكس بسيمبسون رول، اللي هو عندي الفانكشن اف نوت اجي اعوضها اللي هي 1 زائدا القيمه الاخيره للفانكشن اللي هي 10، اقول زائدا 2 في سميشن الايفن، الايفن هي الاف 2 والاف 4، يعني اجمع ال 1.8 زائدا 4.496 اضربها في 2 زائدا 4 في سميشن القيم الفرديه، القيم الفرديه للفانكشن هي الاف 1 والاف 3 اجمعهم اضربها في 4، فبالنهايه تطلع عندي قيمه التاو 1.5 مينت. فحتى احسب الفوليوم اوف رياكتر اقول التاو تساوي في على في نوت، الفي نوت معلومه، فاطلع قيمه التاو.